طيب، مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا فيكم بويبينار اليوم. هو عبارة عن مقدمة عن نظم المعلومات الإدارية وتطبيقاتها في مجال ريادة الأعمال. بداية بحب شارك هني الجميع بهالشهر المبارك ورمضان مبارك للجميع، ينعاد عليكم إن شاء الله بكل خير. بحب كمان أشكر الأستاذ أوس يحيى كشمولة على وقته اليوم وانضمامه لنا بالويبينار الخاص بجلسة اليوم. مثل العادة كالبداية بحب أعرف عن حالي. أنا مجد الدين شمس، مدرب ريادي أعمال مع فريق 51 Labs ضمن أربيل. 51 Labs هي حاضنة أعمال تعنى وتهدف لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة ريادية، بيئة أعمال ريادية داعمة لرواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتطوير أفكار مشاريعهم. حالياً نحن موجودين ضمن أربيل السليمانية، بس اكيد نحن نستهدف كافه رواد الاعمال من كافه انحاء العراق واقليم كردستان. نحن دائما ندعم رواد الاعمال بالعديد من البرامج والانشطه والفعاليات. ننصحكم تتابعوا موقعنا الخاص والاضافه الى صفحات التواصل الاجتماعي لتعرفوا جديد كافه الانشطه والبرامج اللي عم نقدمها. مرة ثانية نرجع للأستاذ أوس، مشكور لوقته اليوم معنا. الأستاذ أوس هو حائز على إجازة في نظم المعلومات من جامعة الموصل، إضافة إلى ماجستير في نظم المعلومات الإدارية. حاليا الأستاذ أوس هو عم يشتغل كمدرس مساعد ضمن جامعة تشرق ضمن أربيل منذ العام 2016، بالإضافة إلى عمله الآخر في مع جمعية نسيم المحلي. حأترك المجال للأستاذ أوس ويخبرنا أكثر عن نفسه، وأكيد إحنا متشوقين لمعرفة المزيد عن موضوع اليوم اللي هو نظم المعلومات الإدارية وتطبيقاتها في مجال ريادة الأعمال. شكرا كثير أستاذ أوس. شكرا جزيلا، ممنون. طبعا أول شيء أحب أرحب بالجميع ورمضان كريم إن شاء الله. هذا الشهر الفضيل يفضل علينا ويخلصنا من أزمة الكوفيد 19 والأزمات اللي مر بها، وإن شاء الله الحاضرين وكل اللي يسمع يكون من أتقى هذا الشهر. طبعا بالبداية أحب أشكر 51 Labs على هاي الفرصة إنه واحد يشارك المعلومات اللي عنده ويا ناس طموحين مثل الحاضرين. أنا حالياً أعمل تدريسي بجامعة تشك الدولية، سابقاً كان اسم الجامعة جامعة تشك، ودرست مواد عديدة ابتداء من الIT للنظم معلومات الإدارية للتسويق الإلكتروني، تاج عمليات، اللغة الإنجليزية يعني، بس حالياً مستقر على الIT based lectures، يعني شغلات اللي تتعلق بالIT، وأكيد التخصص مالتي اللي هو نظم معلومات إدارية. بالإضافة إلى ذلك عندي بعض النشاطات التطوعية سابقاً وحالياً، وحالياً أسس بزنس يعنى بالديجيتال سولوشنز مثل سوفتويرز، الأنظمة نفسها، الويب بيجز وويب سايتس وأبليكيشنز إلى ذلك. بس ضغط الدوام ما يخلي الشخص أنه يركز بالمشروع الخاص بي، لأن لما تكون فول تايم أي شيء ثاني يعتبر بارت تايم. فبعض المشاريع تطلب أنه تكون فول تايم لها، فهاي الفترة كانت جيدة، فترة اللوك داون أو فترة الحظر التجوال. إن شاء الله قريبا يتم إطلاق المشروع إن شاء الله بالتوفيق. تسلم، شكرا جزيلا. بلش إذا تحب أستاذ، يمكن بدك تشارك السلايدز معنا. تمام، أوكي. كبداية حضرت سلايد بسيط يتكلم عن موضوع الجلسة معنا اليوم. طبعا عنوان السلايد هو مقدمة عن نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الأعمال أو في الأعمال ورواد الأعمال. نبدأ برؤوس النقاط اللي راح نتناقشها اليوم. راح نتكلم عن السؤال الجوهري: لماذا نظم المعلومات الإدارية؟ ليش هذا العلم موجود؟ ليش ندرس هذا العلم؟ ليش نحتاج نعرف عن هذا العلم أو التخصص؟ بعدها راح نتكلم عن نظام المعلومات فقط بدون الجانب الإداري اللي هو جانب تكنيكال، جانب تقني نوعا ما، وهذا الجانب لازم كل شخص يكون على دراية به. بعدين راح نجزء نظام المعلومات ونتكلم عن المعلومات اللي هي فلسفة
وهي بنفس الوقت الشيء اللي يحرك العالم حاليا. وبالأخير راح نرجع لموضوعنا اللي هي تطبيقات نظم المعلومات في المجال الإداري. فإحنا عندنا تسلسل أحداث، إذا موجودين من البداية راح تشوفون أنه أكو فلو أو أكو في التدرج، ومن خلال التدرج راح يصير عندنا دراية كافية عن الموضوع. نجي على القسم الأول، السؤال لماذا نظم معلومات إدارية أو Why MIS؟ طبعاً MIS هي اختصار لنظم معلومات إدارية Management Information Systems. حتى نجاوب هذا السؤال حضرت مثال بسيط، وهاي شغلة دائماً أحب أعملها بالمحاضرات خصوصاً لما تكون محاضرة الأولى، حتى هي تساعد على كسر الحاجز أو تساعد على فهم الموضوع من خلال طريقة فيجوال. فنبدأ المثال شخص، سميتها شخص رمضان باعتبار هسه حاليا شهر رمضان الفضيل. فرمضان حب يفتح بزنس، البزنس عبارة عن سويتس كيك كب كيك ما إلى ذلك. بدأ البزنس، سوى إعلانات، سوى كل اللي موجود باللستة، جو زبائن 1 2 3، حاول يدير هاي الزبائن، عمل سجل بسيط يسجل بالطلبيات اللي سواها، يسجل معلومات عن الزبائن حتى هو يحافظ على علاقة جيدة ويا الزبون، اللي هو من الشغلات اللي تطمحها أي شركة أو أي منظمة. بعد ذلك مر الوقت، مع مرور الوقت هو كان يخزن المعلومات بالذاكرة بالدماغ. فبالدماغ عندنا نوعين من الذاكرة، ذاكرة قريبة الأجل وذاكرة بعيدة الأجل. فهو كان يخزن في قريبة الأجل، والشغلات اللي تتطلب تسجيل كان يسجلها بال خلي أستخدم المتيشن لحظة إيه كان يسجلها بالسجل اللي خاص بي. مع مرور الوقت زاد عدد الزبائن اللي عنده، زاد عدد الكلاينتس، مع هاي الزيادة زادت عدد السجلات، مع زيادة السجلات تطلب مكان يخزن فيها السجلات، وهذا المكان يأخذ حيز فيزيائي. الحيز الفيزيائي هو مكان لازم يكون موجود، يعني إذا 4 سجلات لازم تخصص مكان، فإما تخصصها للمكان اللي عندك أو تأخذها للبيت وما إلى ذلك. طيب هو البزنس اشتغل ونجح، لكن رمضان مر بأزمة إنه صار عنده overload أو تحميل زائد للستورج يونت، للوحدة الخزن اللي عنده اللي هي دماغه. فنشوف إنه الدماغ راح وبدأ صار عنده مشاكل بالنسيان، إنه يجي شخص موصي طلبية يقول له أنت عندك طلبية ثانية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك قام يفكر بنقاط ثانية، مثل فكر إنه أحد يسرق السجلات مالته، يسرق المعلومات عن الزبائن اللي عنده. يفكر إنه ممكن حريق يصير أو يصير أي دامج للسجل، وبذلك إنه راح ينسى التراكينج. مثلاً عنده يبيع بالآجل، ينطي الأشخاص بالآجل ما يأخذ منهم كاش، مسجلها بسجل، هذا السجل احترق. أو يفكر صاحبنا جيري إنه يجي ويأكل له هاي السجلات ويخرب له البزنس. طيب هاي الحالة شنو ممكن نسوي؟ صاحبنا رمضان فكر بالموضوع وفكر وفكر، اكتشف إنه لازم يبدل الستورج يونت اللي عنده اللي هي دماغه الشخصي اللي هو اسمه شخصي لازم ما نخليه بالشغل، دي ستورج يونت أكفأ اللي هو ممكن يكون جهاز كمبيوتر، ممكن يكون موبايل. قال أنا بدل ما أسجل بدفتر أسجلها بهذا الكمبيوتر، وهذا الكمبيوتر راح يوفر لي مزايا عديدة. مثلا أقدر أبحث عن أي سجل حتى لو كان قبل 5 سنوات، والسجل يجي مباشرة بنفس الطريقة اللي سجلتها قبل 5 سنوات. أقدر أخزن ملفات عديدة بدل ما عدد السجلات، أنا عندي كمبيوتر واحد بآلاف الفايلات. أقدر أحصل إنسايت أو أحصل طريقة أقدم بيها المشروع مالتي إذا حبيت أحصل قرض، أو طريقة أوضح بيها الفكرة، أو أعرف أسوي تتبع للأعمال مالتي إنه الربح بالشهر الأول بالشهر الثاني بالسنة الأولى بالسنة الثانية، أزيد المبيعات خلال علاقة جيدة مع الزبائن اللي عندي، أقدر أطلع إحصائيات أيضا تفيدني وما إلى ذلك. زين، هو جاب الكمبيوتر، جاب هاي الأدوات وبدأ يدخل كل شيء بهذا الكمبيوتر. طيب هنا عندنا سؤال، هل هذا الشيء كافي إنه هو عنده كمبيوتر ويسجل كل شيء بهذا الكمبيوتر؟ هل ممكن يغني عن الأخطار اللي كان يفكر فيها إنه شخص يسرق الكمبيوتر أو شخص يهكر الكمبيوتر أو ممكن يصير دامج للكمبيوتر؟ فأتمنى إذا أكو إجابات بالشات
ولو حاليا ما اقدر اشوف الشات بس ممكن ماجد يساعدني. اكو missing piece، اكو شغله نحتاجها تكون موجوده لهذا الكمبيوتر حتى نكون نضمن انه شغله امن؟ عندنا اجابات؟ الى الان لسه استاذ. اوكي انا معنا مشكله انه يكتبوا بالشات او ممكن كمان يستخدموا الميكروفون ليشاركوا معنا اجاباتهم. تمام، هي هاي يعني وقفه بسيطه وما يعني ما راح نتوقف وياها، بس السر هنا انه يحتاج انه يكون عنده اتصال انترنت ويستخدم فد مساله اسمها الحوسبه السحابيه راح نتكلم عنها. هاي تساعد اي شخص انه يخزن البيانات في مكان ثاني. انه على سبيل المثال، وهذا مثال احبه جدا، انه انت عندك فايل يخص عميل معين، خزنت هذا الفايل، ثاني يوم اضطريت تسافر للصين، لما سافرت للصين الجنطه مالتك راحت اللي بيها اللابتوب بيها الموبايل وكل شيء بالصين، تطلب من شخص انه يعطيك موبايل، من خلال الحوسبه السحابيه تقدر توصل نفس الفايل اللي كان انت خازن بكمبيوترك. فبهاي الحاله لغيت الحاجز المكان والزمان والوقت. فحتى يتطور المشروع اكثر يستخدم الانترنت، يخزن الفايلات كباك. ما بعرف إذا هو الاتصال كان عند الأستاذ قطع. ما بعرف إذا أنا الاتصال من عندي أو من عند الأستاذ أوس. معك للحظات. صح، كان وصلنا بالجزء اللي بلشت حضرتك تشرح فيه عن موضوع الكلاود. ايه هسه واضحه الصوره؟ واضحه، واذا بتحب كمان احنا تلقينا بعض الاجابات على الشات بوكس. تمام، وقت انت حضرتك سالت كان الاجابات استخدام الكلاود يتم تخزين عليها المعلومات، سي دي، فلاش ميموري، لحتى اي مكان يقدر يستخدم بياناته، ذاكرة عبر الإنترنت يخزن بها البيانات. ممتاز، هاي إجابات رائعة صراحة. إجابات رائعة صراحة، لأن الفكرة الأولى إنه يكون عندنا باك أب اللي هي نسخة احتياطية للزمن مثل ما قلنا، لأنه ممكن إنه أي مشكلة تصير. الفقرة الثانية إنه هذا الباك أب أيضا ما يكون معنا، يكون في الإنترنت، في الكلاود، في الحوسبة السحابية. راح نتكلم على هذا الموضوع، بس هو هذا السر اللي او الميسنج بيس اللي كنا نحتاجه. هسه نتكلم عن نظم معلومات الاداريه. مثل ما قلنا مانجمنت انفورميشن سيستم، كتعريف بسيط هي باختصار استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الاداري. عندنا تكنولوجيا معلومات اللي تشمل الاجهزه الالكترونيه اللي نستخدمها. هاي الاجهزه الالكترونيه نوظفها في المجال الاداري حتى نساعد البزنس مالتنا او المشروع مالتنا انه ينضج ويكتسب بعض المزايا اللي فقط تكنولوجيا معلومات توفرها. طبعا حتى نتكلم على الموضوع احتاج اذكر معلومه بسيطه، انه اي بزنس او اي عمل يحتاج شغلتين. الهدف مال اي عمل هي اولا انه يكون عنده بقاء او استمراريه اللي هي اسمها sustainability. اوكي، الشغله الثانيه هي profit، الربح. فالسستينابيلتي والربح هي متداخلة مع أنه تحفظ بياناتك وتستخدمها بطريقة صحيحة. ممكن نتكلم عن الموضوع لاحقاً، أو ممكن إذا أكو أسئلة عن هاي الكلمتين أو عن هاي الفقرة ممكن يكتبوها وبعدين نجاوبها نهاية الفقرة. هسا نرجع للرؤوس النقاط، بس هالمرة رؤوس النقاط تتعلق بالمفهوم النظم المعلومات الإدارية. فمثل ما قلنا عندنا Management Information Systems، فالحرف الأول أو المفهوم الأول هو Management أو الإدارة. إدارة هم باختصار عبارة عن فن وعلم، لأن العلم ممكن شخص يدرس مثل ما نشوف بالجامعات أن الشخص يطلع أول على الدفعة بس ما عنده الفن الإداري، ما عنده الأتريبيوت مال أنه يكون شخص إداري. فهي فن وعلم، إدارة الموارد الموجودة عندنا حتى نحقق الأهداف، والأهداف مو بضرورة تكون مرابح أو مكاسب حسب طبيعة المنظمة. مثلا منظمة 5-1-Lab حاليا الهدف مالتها هو علمي أو ثقافي أو مساعدة المجتمع أو أنه الناس تستغل وقت الفراغ أو وقت الحالي بطريقة إيجابية.
الفقرة الثانية عندنا الانفورميشن أو المعلومات. معلومات هي بيانات تكتسب معنى من وضعها بسياق محدد. هذا الموضوع راح نتكلم عليه باستفاضة بالسلايدات التالية. الشغلة الثالثة هي اللي هي systems أو system اللي هو النظام، هو مجموعة من المكونات تترابط سوية حتى تحقق هدف معين. فإذا شوفون الإدارة عندها هدف والنظام أيضا يساعد على تحقيق هذا الهدف، فممكن نقول إنه الأنظمة هي عبارة عن أداة. هاي الأداة تكون بإيد الإداري، إذا استخدمها بطريقة صحيحة يوصل الهدف. أوكي؟ إذا أكو أي سؤال؟ لا إلى الآن ما في سؤال. تمام ممتاز. زين عندنا سؤال ثاني، شنو هي الموارد المطلوبة حتى نسوي نظام معلومات؟ هذا النظام، نحن نسمع دائما كلمة نظام إنه هي فد شيء عظيم، نظام دولة، نظام سياسي، نظام اقتصادي. خلينا نسولف عن الموارد اللي نحتاجها حتى يكون عندنا نظام معلومات، خصوصا احنا ك entrepreneurs أو كرواد أعمال أو ك startups. نحتاج ثلاث شغلات. الشغلة الأولى هي أفراد personal، وإحنا أول شخص. ما ممكن يبني مشروع بدون شخص يبدي هذا المشروع، فهذا checked. نحتاج تكنولوجيا معلومات، اللي قلنا أنه تكنولوجيا معلومات موجودة بكل مكان، ابتداء من الموبايل لللابتوب للإنترنت لأي شغلة نستخدمها، هذا أيضا ممكن يكون checked. الشغلة الثالثة اللي هي غير ملموسة، نحتاج معلومات information. هاي الشغلة هي اللي تحدد إذا ما كان النظام ناجح أم لا. فممكن نتخيلها كالتالي: نظام المعلومات هي عبارة عن مكينة أو عبارة عن آلة. هاي الآلة تحتاج وقود، الوقود هي المعلومات، مثل النظام التعليمي. إذا النظام التعليمي يكون جيد، الشخص يكون مثقف بالدرجة الكافية أنه هو متعلم طريقة جيدة. فنفس الشيء نظاماتك إذا تغذي معلومات جيدة تطلع نتائج جيدة. فلهذا عندنا قاعدة اسمها GIGO اللي هي تقول garbage in garbage out. إذا تدخل مدخلات سيئة، المخرجات والقرارات راح تكون سيئة أكيد. فأيضا راح نتكلم عن هاي الفقرة. هسا نسوي break down هاي المتطلبات. أول شيء كان عندنا الأفراد. أفراد بهم نوعين. نوع هو مستخدم اللي هو اليوزر، الشخص اللي يستخدم النظام أو المستفيد من النظام. طبعا هذا الشخص هو عادة يكون صاحب المصلحة يسموه، أو البزنس أونر أو الكلاينت، أو يكون الوركر اللي هو الشخص اللي يسموه end user، لأن الشخص اللي قابل شاشة الكمبيوتر أو شاشة الحاسوب أو شاشة الموبايل اللي هو مستفيد. النوع الثاني إذا تفكروا يكون الطرف الثاني اللي هو ما وراء هذا الشخص أو ما وراء هذا البرنامج، اللي ممكن نقول إنه الشخص الخبير أو المبرمج أو المحلل للنظام. لما يكون عندنا نظام نحتاج أشخاص يطوروه، أشخاص يرتبوه، أشخاص يصمموه، فهذول الأشخاص أيضا من الأفراد اللي نظام المعلومات يتطلبها. بس بهاي النقطة عندنا شغلتين: المستخدم ضروري يكون موجود عندنا نظام معلومات، أما الخبير ممكن يكون شخص يتأجر لهذه القضية أو يتوظف لهذه القضية لفترة مؤقتة، يضبط لك النظام يرتبه بعدين شكرا جزيلا. وهذا الشخص يكون موجود لغرض السبورت، لما تحتاج عندك مشكلة معينة هذا الشخص يجي. تشوف السبورت موجود بأغلب الشركات اللي هم يسموهم سبيشالست. سبيشالست هو خبير. الفقرة الثانية اللي عندنا تكنولوجيا المعلومات. حتى نفهم تكنولوجيا المعلومات لازم ناخذ التدرج اللي هو يتمثل بال T IT ICT. أتوقع الأغلبية عندهم معلومة عن ال IT، درجة أقل عندهم معلومة عن ال ICT، وال T by default هي technology. خلينا نروح نشوف شنو هذول الثلاثة. تكنولوجيا، التكنولوجيا ككلمة هي كلمة لاتينية تعني the art of a craft. craft يعني صنع أو عمل شيء معين. فكلمة تكنولوجيا تعني أي شغلة تساعدك حتى تأدي في مهمة معينة.
على سبيل المثال هو مثال غريب، عندك هذا الويل اللي هو كان أول عجلة اكتشفها التاريخ حالياً، وهي كان قبل 4000 سنة قبل الميلاد، عجلة اخترعها البشر حتى يسهل الحياة. فهذه العجلة نفسها ممكن نسميها تكنولوجيا، لأن هي أداة ساعدت البشر حتى تتنقل وتنقل الأدوات بطريقة أسهل، فتكتسب تسمية تكنولوجي. نرجع الهامر أو المطرقة تكنولوجي، الفاير النار لما اكتشفها البشر تكنولوجي. فكلمة تكنولوجي هي أي أداة. فإذا عندك درنفيس هاي تكنولوجي، زين نجي للفقرة الثانية، تكنولوجيا معلومات IT هي information technology. كلمة معلومات البشر بدأ يتداولها لما صارت الثورة اللي تتعلق بالمايكرو بروسيسنج، اللي تتعلق بالكمبيوترز والمين فريم، ولما هذا الجهاز بدأ يشتغل اللي هو يعتمد على 0 and 1 على الباينر لانجوج. فلما البشر بدأ يتعامل مع عقل ثاني غير العقل البشري، لأن البشر طبيعته يبدي أنه بدأ البشر أنه يحاول يقلل الجهد البدني، قال بدل ما أشيل الشغلة بإيدي أعمل فد عربة تشيل هاي الشغلة. بعد مرور الزمن بشر صار عنده القطار وصار عنده العربات وهاي الشغلات، قال أنا لازم أقلل الشغل العقلي، فبدأ يصنع الآلة الحاسبة والآلة الطابعة. بدل ما أكتب 1000 مرة، الآلة الطابعة تكتب مرة وأطبعها 1000. نتيجة هاي الثورة وآخر نتيجة إلها بذاك الوقت هو كان تكنولوجيا المعلومات، إنه صنع الكمبيوتر اللي هو يخزن بيانات ويقدر يعمل شغلات تفوق العقل البشري بمئات المرات أو آلاف أو ملايين المرات، تعتمد على السرعة. فهنا وصلنا تكنولوجيا المعلومات اللي هي موجودة بكل الأجهزة اللي تتقبل إدخال وإخراج وتعمل معالجة. لما الموبايل مالتي أفتح الموبايل تقبل مني إدخال وعالج face recognition أو الباسورد وفتح، فهو تكنولوجيا معلومات. زين هسا عندي سؤال، إذا قلنا العجلة والثورة الصناعية وهاي الأمور، بعدها قلنا الكمبيوتر إجا وسوى ثورة جديدة، شنو هي الثورة الثالثة؟ كتبوا بالتعليقات شنو هي الثورة الثالثة، وراح أنطي 15 ثانية للإجابات بعدين أتكلم عن الموضوع. ماكو إجابات؟ أعطينا وسيلة مساعدة يا أستاذ. وسيلة مساعدة أنه الحياة تغيرت بالكامل لما البشر اخترع العجلة والنار، صح؟ صحيح. Revolution. الحياة تغيرت بالكامل لما البشر اخترع الكمبيوتر. Revolution. شنو هو الشغلة الثالثة اللي غيرت حياتنا بالكامل؟ لا، أحد الإجابات هي الذكاء الصنعي من محمد وعبد القادر. ممتاز. والماشين ليرنينج، الانترنت. ممتاز. واحدة من هاي الإجابات هي الصحيحة بالسياق اللي أنا تكلمته، هي الإجابات كلها صحيحة، لأن هاي كلها شغلات يسموها اختراعات ثورية. بس بالنسبة للارتيفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج، هاي شغلات بعدها حاليا طور النمو. أما الشغلة اللي عملت ثورة ثالثة وغيرت العالم هي الاتصال أو الاتصالات، لما ربطوا بين كمبيوترين مكانات مبتعدة جغرافيا، وهاي الكمبيوترين ترسل الداتا، ترسل الاتصالات بطريقة لحظية، هاي كانت ثورة. فالإجابة بهذا السياق هي الإنترنت، لأن الإنترنت تتخيل أنه تكتب مسج هاي لشخص يبعد آلاف الأميال، أو مثلا أنت بأربيل وتبعث الشخص بالصين وتوصل بنفس اللحظة، هذا ثوري، هذا شيء ثوري. وأتصور أينشتاين عندما يقول أنه لو أنت بهذا الزمن تقول معلومات اللي أنت عندك أو التكنولوجيا اللي تستخدمها الشخص قبل 100 سنة، راح يقول لك أنت دجال أو أنت ساحر أو أنت مجنون. لما تجيب شخص قبل 100 أو 150 سنة تقول له أنا أكتب رسالة توصل بنفس الميلي سكند الشخص الثاني في بلد ثاني، يقول لك أنت يعني كيف تفكر؟ فتكنولوجيا معلومات الشغلة الثالثة اللي هي ICT هي Information and Telecommunication Technology اللي هي الاتصالات. هاي الشغلات الثلاثة غيرت العالم ومستمرة بالتغيير. أما Machine Learning وال Artificial Intelligence وهاي الأمور هي تعمل ضمن هاي البيئة.
لان هم يقولون الاي سي تي هي عباره عن جنجل، غابه. اي غابه بها مخلوقات، بها الضار وبها المنفع، بها الجيد بها السيء. هاي الغابه المخلوقات اللي تعيش فيها هي هاي الاجهزه اللي نستخدمها. واحده من هاي المخلوقات هو نظام المعلومات، يعتمد على هاي الطبيعه اللي موجوده حتى يعيش وينمو ويزدهر ويتفاعل. فهاي هي فقره التكنولوجي. هسه نرجع للفقره الثالثه اللي هي المعلومات. المعلومات بها فد نموذج معين اللي هو يتكلم عن داتا البيانات، ثم الانفورميشن المعلومات، ثم النوليدج اللي هي المعرفة، وأخيرا الحكمة. يقول لك هذا رجل حكيم. خلينا نتكلم عن هاي المواضيع بصورة سريعة. كذلك الداتا البيانات هي حقائق خام. الحقيقة الخام هي مثلا الرقم 7. لما أقول لك مجيد رقم 7 قال لي أي وبعدين يعني رقم 7، فهي حقيقة خام أنت تعرفها بس ما لها معنى لما تذكرها وحدها. أو أقول لك أحمر، أزرق، أخضر، حقيقة شمس، قمر، كمبيوتر. زين، إحنا الداتا تتحول إلى معلومات بالنسبة للدياجرام اللي تكلمنا عليه Data Information. شلون نحول الداتا إلى معلومات؟ المعلومات هي حقائق خام نوضعها ضمن سياق معين. هسا عندنا مثال بالأعلى، عندنا اللون لون لون. لما أسأل أي شخص قل له هذا اللون شنو؟ قل أحمر، أصفر أو أورنج أو برتقالي وأخضر. أما إذا خليه بسياق معين مثل هذا السياق، أخلي لا هذا هو إشارة مرور، هاي ترافيك لايت. لما تجيب طفل مثلا ما عنده هاي المعلومة تسأله عن هذا الشيء شنو، طبعا هاي طريقة معقولة كلش بسيطة، هذا الأمثلة يقول لك ما أعرف شنو هذا، قال هاي إشارة مرور، يقول لك ها تمام أوكي هاي راح أسميها إشارة مرور، صار عنده معلومة. نفس الحالة بالنسبة لهاي المحاضرة، أنت كان عندك حقيقة خام إنه أكو شيء اسمه أنظمة معلومات. أنا دا أجيب هاي الحقيقة الخام دا أخليها بسياقات معينة حتى تصير عندك فكرة أكبر عن هذا الموضوع، فيصير عندك معلومات. لما تجلس مع أشخاص ثانيين بعد يوم يومين بعد شهر شهرين يذكر هذا الموضوع، تقدر تنطيهم بعض المعلومات. قلم تكنولوجي كانت بالبداية مثل العجلة وأكو فت ثورة ثالثة وهاي الأمور. زين، هسا من الانفورميشن نروح للنوليدج. شو ممكن تصير عندنا النوليدج أو معرفة؟ معرفة تصير بالتراكم، حقائق بعد حقائق بعد حقائق بعد حقائق، تبدي تربط بين هاي الحقائق تصير عندك معرفة. المعرفة بهذا السياق أنه تعرف أنه أوكي هذا اسمه إشارة مرور، بس الضوء الأحمر معناها توقف. زين، أنت واثق من هذا الشيء؟ إيه، لأن مرة شفت شخص عبر الإشارة الحمراء وأخذ ضريبة أو تيكت، هذا معناها أنه صار عندك نوليدج بهذا الموضوع، تقدر تنصح، تقدر تفتي. الشغلة الرابعة هي الوزدم، الحكمة. هسا أيضا السؤال، شو ممكن نوصل للحكمة؟ أو شو أنت تقول هذا الشخص حكيم؟ لما تروح للشيخ العشير وتقول والله الشيخ العشيرة حكيم، فلهذا أسأله عن أموري الشخصية وعندي مشكلة هو يحل إياها. زين، هذا الشخص شلون صار حكيم أو شلون وصل مرحلة الحكمة؟ شنو هي الصفة اللي تقريبا موجودة بأغلب الحكماء؟ كلمة واحدة، شنو هي الصفة الموجودة بأغلب الحكماء اللي أنت تعرفهم بحياتك؟ لا أخذ أحد الإجابات من نجلاء، اتخاذ القرارات الصائبة. ممتاز. كمان الحكمة من المعرفة هو التجارب. ممتاز، تمام، بالضبط بالضبط، هاي الإجابات اللي بالصميم. ممتاز نجلاء، والشخص الآخر جابها يعني دعاء، أمينة كمان على التجارب. ممتاز، فأنت عندك حكمة، عندك معرفة. أعطيكم مثال، طالب الطب هو يدرس 4 سنوات أو 5 سنوات يدرس المنهاج الطبي. طيب أوكي، أنا هم أدرس 4-5 سنوات باليوتيوب وبالدورات وبالكتب وخلاص أصير طبيب. بس أكو فد شرط حتى أنت تصير طبيب، أنه لازم تعمل practice، لازم تتدرب بالمشفى، لازم تتدرب تحت إيد شخص خبير بهذا الموضوع. اتدربت، غلطت غلطة، غلطين، ثلاثة، الغلطة اللي تغلطها تعتبر تجربة تتجنبها بالمستقبل. لهذا الحكمة هي عبارة عن شغلتين، عبارة عن تراكم معرفة اللي هي مثل ما النوليدج هي تراكم خبرة، تراكم حقائق،
تراكم معرفة زائد خبرة. فلهذا نشوف أنه أغلب اللي يكتسبون كلمة معرفة كلمة حكمة هم أشخاص شوية أكبر بالعمر، شوية كسن، هم خلينا نقول أتليست 40 سنة أو نهاية الثلاثينات، عدا بعض الحالات النادرة أنه شخص يكون عنده تجارب قوية بالحياة يستمر بيئة دايناميكية جدا ويصل مرحلة الحكمة. بس هي الحكمة صراحة تتطلب بعض التجارب اللي يستمدها الشخص من النضج، من طريقة التفكير تتغير. فالحكمة أنا توصلها من تراكم معرفة وخبرة. طبعا هاي الفقرات كلها موجودة بأنظمة المعلومات، يعني عندك نظام هو يولد لك بيانات، نظام يولد لك معلومات، نظام يولد لك معرفة، ونظام يساعد بالحكمة. النظام يساعد بالحكمة هو ممكن نقول النظام الـ Artificial Intelligence اللي يتكلموا عليه بعض الزملاء أو بعض الأصدقاء، إنه هذا النظام هو يستفيد من تجارب أشخاص ثانيين، ده يسوون نظام طبي، فلك هذا النظام بالمستقبل راح يحجم عدد الأطباء أو الحاجة للأطباء، هو يأخذ حقائق متراكمة ويأخذ خبرات ناس ينطيك تشخيص دقيق لدرجة 90 أو 98%. فالنظام يتعامل مع الحكمة إنه نظام حكيم يتجرد من الأخطاء وانطاك الفاينل ريزولت. أوكي خلينا نستمر. هسا عندنا مثال على المعلومات. هذا المثال إذا دقق به، خلي أجيب الـ annotation. طبعا أنا raised hand ما أعرف نقدر نأخذ أسئلة حاليا أو يسجل برسالة حتى السؤال نهاية الجلسة. اللي بيريحك أنت أستاذ، إذا حابب هلا نستقبل بعض الأسئلة ممكن سؤال حاليا باعتبار حتى الجلسة شوية يرجع النشاط. تمام. شخص سوى raise hand منو كان؟ أنا من عندي مواضح. ها لا عد نستمر، إذا عنده سؤال ممكن يسوي raise hand مرة ثانية. تمام. هسا عندنا هذا هو فد diagram يمثل أو فد نموذج يمثل النظم معلومات شلون يشتغل. فعندنا الداتا اللي هي بيانات. فالداتا إذا ندقق بها هي عبارة عن أرقام 3 3 1 8 6 3، بعدين أسماء غريبة، بعدين رقم ثالث. نظام المعلومات بي شغلة مميزة أنه يكون متخصص. فأنت لما يكون عندك خلينا نقول فندق تأخذ نظام للفندق، لما يكون عندك مشفى تأخذ نظام للمشفى. فهذا النظام هو نظام كاشير. أوكي كلنا متعاملين مع نظام الكاشير كشخص مستفيد من هذا النظام. الرقم الأول هو الكود الخاص بكل منتج، فهم ما يكتبوا اسم المنتج حتى إذا المنتج ثاني نفس الاسم وقريب منه ما يصير خربطة بالنظام. فالنظام الشغلة ضرورية به أنه أكو ID Identifier. الشغلة الثانية هو اسم المنتج. الشغلة الثالثة هو سعر المنتج للقطعة الواحدة. إجا الكاشير سوى باركود سكان 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 سكان، طلع هذا الريسيت. هذا الريسيت يدخل للإنفورميشن سيستم. Information system يسوي معالجة، يخزن هذا الريسيت. أوكي البريت ديش سوب يروح للليستة مال البريت ديش سوب، الميوكات يروح للليستة مال الميوكات وإلى آخره. بعدين لما المستفيد كيوزر البزنس أونر يطلب من هذا السيستم معلومة معينة، السيستم راح يجاوبها. بهاي الحالة المعلومة اللي طلبها الشخص، أنا أريد معلومات عن بريت ديش سوب، هذا الصابون أريد معلومات عنه من بداية بيانه إلى هاي اللحظة. طبعاً السيستم ينطيها بأجزاء من الثانية، كله أوكي هذا الآيتم اسمه 331، اسم المنتج هو بريتش سولز، المنطقة البيعية اللي هو موجود بها النورث ويست، الستور اللي أنت طلبته هو سوبر ستور مسجلي رقم 122، خلينا نعتمد أنه هذا السوبر ستور هو آيا ماركت. أنت طلبت آيا ماركت شكد بايع من هذا أنت كشركة شركة أم، فينطيك كم وحدة بعنا 7156 و year to date اللي هو من بداية البيع إلى هذا اليوم المبيعات من ناحية المالية. فأنت تخيل أنت مدير وعندك تحت إيدك سيستم مثل هذا، كمية السبورت أو الدعم اللي ينطيك. أنت يجيك مندوب مال هذا المنتج بريت ديستور يقول لك أنا جاي أشيك المبيعات إذا تحتاج دفعة أكثر. فأنت تعرف أنه أنت عندك بالمخزن 10,000، تطلب هذا التقرير راح تعرف أنه أنت عندك 3,000 بالمخزن حاليا، فما تحتاج دفعة جديدة.
تحتاج ترفع تليفون، تحتاج تسأل شخص، تحتاج تتكلم أصلا. يجيك شخص ثاني بالنسبة للمندوبين، تعرف كل مندوب ايش قد بايع وهكذا. فهذا الباركود سكان البسيط هو الرو فاكت عبارة عن 331 بريتش سوب 1.29، تحول من خلال نظام المعلومات إلى معلومة تساعدك أنه تأخذ قرار. أنت عندك سويت حملة إعلانية لبريتش سوب، قلت أنا هاي الحملة خلال 6 أشهر لازم توصلني 10,000 دولار مبيعات، باقي لك أسبوعين ويخلص 6 أشهر. طلبت هذا التقرير، اكتشفت أن المبيعات مالتك 9,231. على هالأساس تقيم أنا وضعي جيد، أو اكتشفت أن المبيعات 7,000، تعمل حالة إنذار، ليش المبيعات 7,000؟ شنو المشكلة بالحملة؟ وإلى ذلك. من هذا المثال اضربوه في ألف وفكروا بالبزنس مالتكم، شو ممكن نظام المعلومات ينطيك تقرير يساعدك حتى تتخذ قرار يرتب البزنس مالتك بطريقة أفضل. فهذا هو جوهر نظام المعلومات، أنت تغذيه بالداتا، يرتب لك إياها، يوزعها، ينقحها، وينطيك بالتالي معلومات. إلى حد هالفقرة مفهومة الأمور؟ إذا أكو أي استفسار أو أي شيء كتبوا برسائل. هسا راح نتكلم عن فقرة إضافية اللي هي وظائف نظم المعلومات. الوظائف مثل ما تكلمنا هي إدخال، تدخل له بيانات، نظام المعلومات يعالجها، الإخراج يكون معلومات. هناك معلومة مهمة، أن نظام المعلومات اللي يخرج معلومات، هاي المعلومات ممكن تعتبر بيانات لنظام ثاني. تقرير المبيعات اللي شفنا بهذا المثال ممكن يعتبر إدخال لنظام ثاني عن تقرير المبيعات لكل المنتجات، فهي عبارة عن حلقة أو لوب. هسا خلينا نرجع، هذا الدايجرام يمثل نظام المعلومات. مثل ما تشوفون الانبوت يستمر للمعالجة اللي هي بروسيسنج. بروسيسنج بها عدة فقرات، ممكن تسوي سورتينج يعني اللي هي تنقيح، ممكن تجمع، ممكن تنقص، ممكن تضيف، تحذف إلى آخره، ويكون عندنا أوتبوت. طبعاً هاي بيئة المنظمة، عندنا بيئة خارجية وبيئة داخلية. طبعاً بيئة داخلية تأثر على نظامك أيضاً. نظام المعلومات به شغلة رابعة ممكن أحد يكتشفها ويقولنا شنو هي الشغلة الرابعة. كل نظام معلومات به أربع وظائف: إدخال، معالجة، إخراج. ما هي الوظيفة الرابعة؟ أو شنو الوظيفة الرابعة أو الفانكشن الرابع اللي يساعدنا نظام المعلومات إنه نستخدمه؟ يمكن في على بداية في عم نقول تخزين. أوكي. كمان يمكن سابقا وصلنا سؤال وأنت تشرح خلال هاي الفقرة إنه في شيفرة معينة في كتابة الباركود مثل الأرقام المكتوبة. حتى نعم. الأرقام تأخذ بشكل ما تتداخل مع منتجات تانية. طبعاً. وإجابة على سؤالك الحالي الإرسال بين العمليات. كمان أحد الإجابات. الإرسال بين العمليات. هاي الإجابات هي مو خاطئة، صحيحة إذا أخذنا مايكروسكوب وركزنا بعملية المعالجة. عملية المعالجة يصير بها تخزين، لأن الدماغ البشري هو أيضاً سيستم. أعطيك مثال، تسألني تقول لي أنت أي سنة تخرجت من الماجستير؟ أنت عملت input لدماغي، سألتني السؤال، أنا processing ده أتذكر ده أسترجع معلومة من دماغي، output 2014. فالسيستم كذلك يشتغل نفس الشيء، لكن الشغلة الرابعة اللي عندنا بالسيستمات الإلكترونية عندنا شغلة اسمها تغذية عكسية اللي هي feedback. الفيدباك لما أنت تحتاج تكرر العملية أو تنقحها، طلب الطلب ما صار عندك معلومات كافية حتى تأخذ قرار، تطلب طلب ثاني، فالسيستم ينطيك إمكانية أنه تعيد تدوير الطلبات الصحيحة لحد ما توصل للنتيجة. مثل ما قلنا السيستم يحتاج أنه معلومات حتى ينطيك قابلية أنه تتخذ القرارات. فعندنا تغذية عكسية، الفيدباك اللي هي من الأوتبوت تخليك تعدل الإنبوت من جديد، تضيف لها دايمنشن، تخلل، تزيد، تغير حتى توصل للنتيجة اللي أنت تطمح لها. هاي بالنسبة للوظائف نظم المعلومات الإدارية. نرجع للمثال، بهذا المثال الانبوت هو هذا الباركود، الانفورميشن سيستم هو اللي يسوي بروسيسنج أو معالجة،
الاوتبوت هو الانفورميشن اللي عندنا بهذا الريسيت. طبعا سوري انا دا احكي كلمات انجليزيه بقى يعني نوعا ما، لان الكلمات الانجليزيه هي terms نحتاجها لما نقرا مقاله معينه، لان العلم هو مو اكسكلوسيف للغه الانجليزيه واللغه العربيه، بس هاي المعلومات حتى تحصلها up to date او اذا تتعامل مع انظمه معلومات اغلبها يكون بالانجليزيه، فلازم تعرف at least the information system technology والى ذلك. هسه القسم الثاني اللي هو القسم اللي نتكلم عنه احنا كرواد اعمال او كبزنس ستارترز، شنو نحتاج حتى نبدي نظام معلومات؟ هذا سؤال كلش مهم. الاجابه اللي توصلتها من خلال خبره مالتي خلال هاي الفتره، هي صار لي 4 سنوات تدريس بالاضافه الى محاولات الاعمال الى ذلك، نحتاج ميزانيه $20,000 ثلاث موظفين كحد ادنى. اكو شخص عنده هاي القابليه من الحضور حتى نبدي بلش الشغل؟ اوكي، هاي الشغله هي مو اللي نحتاجها باعتبار ان احنا بزنس لايك ستارت ابس. هاي شغله ممكن للشركه اللي تشتغل بطريقه تقليديه ومباشره رادة تدخل نظام معلومات، وهي شركه كبيره، فهذا الميزانيه اللي تحتاجها، يعني تحتاج تدريب الموظفين وتحتاج المينتيننس وما الى ذلك. اما احنا شنو نحتاج؟ فنحتاج جهاز ذكي اللي هو موبايل هاي ماوا او لابتوب كبدايه. نحتاج الى اتصال انترنت حتى نضيف الكوميونيكيشن الاي سي تي، حتى نكون عندنا قابليه انه نشارك المعلومات اللي عندنا ونستقبل بيانات. نحتاج الى ايميل، واتساب، فايبر. نحتاج الى حزمه مايكروسوفت اوفيس او ما يعادلها، عندنا الجوجل عندها حزمه مشابهه للاوفيس اللي هي موجوده ضمن جوجل درايف، عندهم الفورم، عندهم الدوكيومنتس، وعندهم البرزنتيشن ما الى ذلك. ونحتاج الى طابعه. هاي هي المتطلبات اللي عندنا حاليا نحتاجها حتى نبدي نعمل نظام معلومات. واذا تنتبهوا عليها المتطلبات كلها عدا الطابعه ما تحتاج منها ضخ مالي، لان عاده البزنس ستارت اب يبدي بشخص واحد. هذا الشخص يحاول انه عنده فكره مميزه وعنده هو اتريبيوتس او عنده صفات معينه واثق منها انه ممكن انه تاخذ هاي الفكره وتوصلها الى نتيجه مرضيه. زين، شو ممكن نستغلهم هاي الشغلات؟ اول شيء اكو فقره كلش مهمه حبيت استغل هاي الفقره هاي الجزء حتى اتكلم عنها، انه احنا من ضمن هاي المعلومات الاشارات اللي عندنا لازم نسوي تشيك لبرنامج الاكسل، لان برنامج الاكسل هو من البرامج القليله اللي ممكن تحصلها بطريقه مجانيه وممكن تستخدمها كنظام معلومات. طبعا اكيد بعض التعليقات راح تتكلم عن برنامج الاكسس، بس بالنسبه لي انا الاكسس اعتبره برنامج مو كلش كفو من ناحيه صناعه نظام، لان يطلب برمجه ويكون اوف لاين. واذا انت ناوي تروح للاكسس لا، حاول انه ترتب البادجت وتشتري برنامج من شركه عريقه. خلينا نتكلم عن اكسل. عندي ملف بسيط راح يتكلم عن هاي الفقرات، ما ادري اذا تعبتوا او لا، بس راح امشيها بصوره سريعه. اذا يكون عندكم سؤال حوله هو فقره من الفقرات ممكن تشوفوا الفيديو بصوره بطيئه بعد ما ينتشر، بعد ما يصير شير، او ممكن تسالوا بالكيو ان اي عن فقره معينه واعيدها لان الفايل راح يكون موجود. راح نتكلم عن قصيده السورت اللي هي تصفيه، السورت اللي هي ترتيب، فلتر اللي هو تصفيه، كونديشنال فورماتنج اللي هو تنسيق المشروط، داتا فاليديشن اللي هو ترتيب صلاحيه البيانات، سيل بروتكشن اللي هو الحمايه. فعندنا فايل، خلي اوقف السبوت لايت. عندنا هذا الفايل هو عباره عن مبيعات معينه. هاي المبيعات خاصه منتجات من ضمنها سكرين بروتكشن وايفون كيبل وانكر تايب سي تشارجر وما الى ذلك. هاي المبيعات هي تتعلق بس بالكي اكاونتس اللي هي المولز، فهذا الليست مال البيانات الداتا هي تتعلق بالمولات، تتعلق بكوارترز 1 2 3 4 اللي هي الربع الاول والثاني والثالث والرابع. السنه تقسم السنه الماليه الى 4 اقسام لثلاث اشهر قسم. هسه نتكلم عن السورت. السورتينج يساعدنا انه نسوي ترتيب للبيانات. نحتاج انه نكون بالهوم تاب نختار الجزء اللي نريد نسوي له سورتينج، نروح للايديتنج اكو A to Z، كل انه نحن نريد A to Z.
فبهاي الحالة راح يصير عندنا sorting إنه نقدر نعرف كم وحدة type C anchor, كم Apple AirPod وما إلى ذلك, ترتبت بطريقة مناسبة من خلال نقدر نحصل لمحة عن البيانات. بالنسبة للفلتر, الفلتر شوية advanced أكثر. الفلتر خلي أزيح هاي, نذهب إلى data tab وبعدها عندنا الفلتر, نضغط على الفلتر راح ينطينا خاصية إنه ممكن نرتب البيانات بالطريقة اللي احنا نريدها. لما نضغط على الفلتر نشوف انه اكو دروب داون ليست لكل بيان او لكل معلومة. فخلينا نقول ان انا عندي مندوب يبيع فقط الابل ايربودز, اوكي, وانا ناوي اتناقش ويا هذا المندوب عن المبيعات بس ما احب انه يشوف بقية المبيعات مع غير اشخاص. فانا اختار الفلتر اقول انه انا فقط اريد اشوف الابل ايربودز, اوكي. مثل ما تشوفون الليسته صارت فقط الابل ايربود, واقدر اتناقش باريحيه واقدر اطبع هاي الليسته فقط للمنتج اللي عندي, مو اطبع الليسته كامله. سويت فلتر, فلترت اللي موجود لهاي الفقره. كلير فلتر يلغي كونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج يساعدنا انه نسوي فد ترتيب معين انه يوضح لنا بيانات ضمن شرط معين بالطريقه اللي احنا نحتاجها. خلي أسوي لكم مثال. من خلال الهوم تاب عندنا ستايل جروب, نختار conditional formatting. بس أول شيء لازم نختار أنا الشرط اللي عندي, أريد أعرف إذا عندي مبيعات أكثر من $2000. أنا حبيت أعرف هذا السؤال, أروح أختار المبيعات مالتي, أختار conditional formatting, أختار higher sale greater than, أنا أريد المبيعات مالتي أكثر من $2000. إذا أكثر من $2000 أعملها باللون الأخضر, أوكي. فاكتشفت أنه أنا عندي مبيعات أكثر من $2000 متنوعة, بس الشيء المميز أنه بالربع الثالث عندي هواية مبيعات $2000. زين, هاي الفقرة تقودنا شغلة مهمة جدا اسمها Business Intelligence. بعض الأصدقاء قالوا أكو شغلة اسمها Artificial Intelligence, هذا ذكاء الذكاء الاصطناعي. Business Intelligence هو اسمه ذكاء الأعمال. من يكون عندك معلومات وبيانات تقدر تحصل insight أو تحصل معلومات إضافية تبعاً للتفكير مالتك. أنا هسه عندي $2000 تتكرر بالربع الثالث, خلي أشوفه بأي مول. هذا مول مجدي, هذا مول مجدي, هذا المول مجدي, أوكي. أي منتج؟ AirPod, AirPod, AirPod. طيب ليش بالربع الثالث؟ ربع الثالث هو يبدي من الشهر السابع. شهر السابع عطلة, العطلة معناها سياح, السياح عادة الزخم يكون بمجدي مول. معناها أنا بشهر السابع عندي سيزن قوي ممكن أبيع المنتجات. هاي شغلة تخليني أتخذ قرار أنه أنا إذا أسوي حملة دعائية أو أسوي أوفر أو أسوي طلبية قوية أسويها تتناسب مع شهر السابع. لو أنا عندي سجل, لو أنا عندي معلومات أخزنها بدماغي, لو أظل 10 سنين يلا أفكر أنه أنا عندي بشهر السابع تصير عندي فد إكسترا ماني. فهاي الشغلة سموها ذكاء الأعمال, لأن هي شغلة من تدخل بالبيانات وتدخل بالمدمة الشركة والبيانات اللي عندك راح تتوصل لهاي النتائج. الشغلة الرابعة هي Data Validation. Data Validation تساعدك أنه تدخل المعلومات بصورة سريعة. عندنا هنا المول, أوكي؟ فإذا تروح للداتا ومن الداتا عندك داتا فاليديشن, تقدر تقول إنه أنا هاي الداتا بس أريدها تقبل الليست التالي, أو مو لا سوري للبرودكت. داتا فاليديشن ليست سورس, أختار الليست اللي لا هذا الليست, اختار الليست اللي عندي اللي هي نفس المنتجات, اوكي. بهاي الحاله اذا ادخل منتج جديد راح اشوف انه ما احتاج اكتب المنتج, عندي ليست اختار منها. وهاي الفقره كلش مهمه, لان اذا عندك خطا املائي ممكن ياثر على احصائيات مالتك. اذا بدال AirPods كتبتها Air Space Pod راح يصير عندك نقص قطعه,
هاي نقص القطعه ممكن تخليك تحاسب مندوب. هذا الحساب ممكن يخلي المندوب يحس انه هو مظلوم ويترك الشغل. فهاي ايضا فقره مهمه. الفقره الاخيره هي فقره السيل بروتكشن. ليش نحتاج السيل بروتكشن؟ لان السيئه اللي موجوده بالاكسل هي انه اذا هسه حاولت اعرف المبيعات التاليه، هذا المجموع مال هاي المبيعات. افتح الفايل، انا عندي قطه بالبيت، القطه طلعت على الكيبورد، تطلع على كل شيء، القطه تحب تكون حشريه، داست بالغلط هذا الرقم وراحت. بهذا الخطا خسرت احتمال $1000. لما اجي اجرد بنهايه السنه عندي نقص $1000 وما اعرف شنو السر، لان الاكسل ما يسالني لما اغير وما اعرف وين التغيير. تخيل انت بدال الخمس فايلات هنا او خمس ادخالات او 10 ادخالات عندك 100 ادخال 200 ادخال، اذا غلط برقم واحد ما تقدر تسوي تراكنج. فبهاي الحاله شنو لازم نسوي؟ لما تخلص شغل بالاكسل شيت راح تحدد البيانات الكريتيكال، البيانات الحرجه المهمه اللي ما تريدها تتغير، تحددها رايت كليك فورمات سيل، تروح لل هاي الفقره تشوفها هي لوكت، تتاكد انه هي لوكت. بعدها للريفيو نروح للريفيو نختار بروتكت شيت، راح يطلب منا باسورد 123 again 123، كل شيء ما تغير. بس اذا احاول تجي القطه تحاول تدوس اي رقم او تحاول تغير اي شيء، الشيت ما راح يقبل. فبهاي الحاله انت حميت الداتا مالتك. هاي فقره كلش مهمه، وهاي الامور اللي حبيت اناقشها طبعا بطريقه كلش سريعه. اكو بعض الفقرات الثانيه بس هي السيشن مو تتعلق بالاكسل، لهذا انه حاولت انطي كل شيء بس بطريقه بسيطه. اذا تحبون سيشنات مثل هذا اكيد 51 لاب عندهم هيجي اوفرز او احتمال منطين اوريدي، وانا دا اعيد الشغلات وانتم كلش مؤدبين بحيث ما تبلغوني او ماجد كلش مؤدب يقول لي انه هاي الشغلات معاده. على العموم الشغلة الأخرى أنه يكون جمع وتنظيم البيانات أسلوب حياة عندك. لما تقول هذا الشخص منظم أنه هو مرتب حياته بطريقة جميلة، والتنظيم هي جزء من النجاح. فشو تنظم حياتك؟ تستخدم بعض التولز اللي أيضا مجانية. لازم يكون عندك توثيق عن طريق جداول المهام والمفكرات، ونصيحتي تحاول تستخدم وسيلة واحدة. هسه كل الوسائل اللي موجودة عندنا على ايفون، اندرويد، موجودة على الويندوز، موجودة على الماك، موجودة في كل مكان. فانت حاول وسيلة واحدة وعملها المخزن مالتك. السجيشنز مالتي نستخدم مايكروسوفت تو دو اللي كان اسمها وندر ليست حتى تعمل تو دو. انا استخدمها، هاي هي الانترفيس مالتها. هذا مثال انه عندنا هنا ماي داي، امبورتنت بلانت، اسايند، ايميلز، عندك تو دو ليست. كل واحدة منهم تقدر تخلي ستيبس بيها، تقدر تسوي ريمايندر، دو ديت، تقدر تضيف فايل، تقدر تكتب دوت. بالاضافه الى ذلك اذا عندك لسته معينه تقدر تضيف الشريك التابع، الشريك اللي يشتغل وياك او الموظفين الى هاي الليست، تدعوهم بالايميل، انتم تصنعوا الليست وتكملوها فقره فقره، تسوي اساين، فتقول مثلا هذا التو دو ليست هو اسايند الشخص اي وانا اكمل الثانيه. هاي واحدة مايكروسوفت تو دو. ايفر نوت يخزن النوتات والفقرات المهمة ببروتكشن كلش قوي، بالفيس ريكوجنيشن، بالاضافة الى انه تسجل صوت بتاخذ الصور. جوجل كيب هي خدمة من جوجل ايضا، ممكن تستخدمها مجانية. هاي التوثيق وجداول. حاسبة السحابية اللي تكلمنا عنها كلش مهمة ايضا حتى تخزن الفريق، تخزن الملفات مالتك. عندنا جوجل درايف، ون درايف، دروب بوكس، بوكس، ميجا، اي كلاود اذا كنت يعني شخص يدفع للآي كلاود اللي هو يخلص يعني يخزن صور. فعندنا جوجل درايف يوفر لك الجوجل سوت اللي تنطيك شيء مكافئ لمايكروسوفت اوفيس، وعندنا الون درايف اللي ينطيك المايكروسوفت اوفيس، عندنا دروب بوكس وما الى ذلك. لازم يكون عندك اسلوب حياه. كيف؟ انت ما تستخدم البرنامج بالموبايل او ما الى ذلك، انت تنصب البرنامج بالويندوز ويكون عندك بهالطريقه. اذا تشوفون انا عندي One Drive Personal، One Drive شغل، وعندي Dropbox. فأنا هذه الفايلات لما أضغط على One Drive Personal راح تشوفوا أنه موجود عندي 51 Lab،
اللي هي موجود بها البايو والبرزنتيشن والاكسل فايل اللي استخدمتهم. اذا بعد 5 سنوات احتاجت تسوي شيء مشابه افوت على هذا الفايل الموجود بالدرايف مالتي، حتى لو مبدل لابتوبي وكمبيوتر وموبايلي ومبدل حياتي وحتى مبدل خشمي جزء، كلها تكون موجوده. اما اذا تحب تسوي شيرينج ايضا تقدر، مثل ما تشوفون هنا عندي بعض الفايلات هي شيرينج ويا ناس ثانيين. معظم هاي الشركات تنطيك ستورج 5 جيجا اذا تستخدم الفايلات المهمه مور ذان انف، وينزل على الموبايل وما الى ذلك. الشغله الثالثه اللي هي شغله ايضا مهمه انه تفعل المساعد الشخصي بجهازك الذكي. انا مساعدين شخصيين مثل سيري، اليكسا، كورتانا، بيكسبي وما الى ذلك. المساعد الشخصي كلش مهم انه يخفف اللود عن الذاكره المؤقته اللي عندك. على سبيل المثال تلزم الموبايل call remind me to end this session after 2 minutes. سيري راح تستجيب دائما reminder. أنا عارف الموبايل حتى هي بشغلي بعد دقيقتين تنطيني reminder، بالإضافة إلى أنه تعمل alarm، بالإضافة إلى أنه تبحث عن معلومات. فابدي باستعمال المساعد الذكي مالتك at least على الأقل بالreminderات. عندك meeting بعد شهر، من يخلص الميتينج ارفع موبايلك Google Siri remind me that I have a meeting 20 days from now. أو تحكي بالعربي، أسا جوجل ضاف العربي بس بعدها مو متاحة بصورة كفوءة، بس إنه ذكرني إنه أنا عندي meeting بعد 29 يوم. قبل بيوم أنت تتذكر الميتينج، لأن بشر ينسى. فهذا أيضا المساعد الذكي هو artificial intelligence وذكاء اصطناعي يساعدك بطريقة مجانية. لحد الآن كل التولز اللي عندنا مجانية. آخر شيء بقى الأنظمة اللي ممكن تستخدمها إذا عندك budget أو عندك ميزانية. عندنا نظامين أنا أرشحهم كبداية. النظام الأول عندك الشؤون المالية، عندنا برنامج الأمين اللي كلش مشهور ومن التسعينات يشتغل وتطور وتحدث، وآخر شيء هسه واصل يمكن حتى إنه يستخدم كلاود كومبيوتينج. هي شركة تطور أصلها لبناني وموجودة في كل العالم، في الصين، في أمريكا، في بغداد عندهم فرع، وفي الأردن، في لبنان وما إلى ذلك. هذا البرنامج يساعدك حتى دي أمورك المالية. الحلو بهذا البرنامج انه ما تحتاج يكون عندك باك جراوند مالي، ما تحتاج تكون دارس شهاده بالماليه. لما تحب توظف شخص او تقول لاخوك يساعدك بالبزنس مالتك انه يشتغل لك الامور الماليه، اذا تستخدم برنامج الامين هو كلش بسيط، ما يخليك تسوي غلط، بس هذا ما يمنع انه تاخذ المبادئ. انا شنو هو البالانس شيت، شنو هو الانكم ستيتمنت، شنو هو الانبوت والاوتبوت. الشخص البرنامج الثاني هو برنامج كويك بوكس اللي هو عالميا مشهور، مكافئ البرنامج الامين. ايضا ينطيك فد اوفرز، بتبدي من $7 بالشهر، ينطيك شهر مجاني وانت تستخدمه بالكلاود وعنده موبايل اب، فانت امورك الماليه تكون موجوده on the palm of your hand، راحت ايدك. اذا عندك شؤون ماليه واذا شغلك بدا يتوسع ويفور وعندك تعامل مالي قوي، لازم مباشره تبدي توثق بهذه الطريقه، لازم تصرف على شغلك حتى ينضج. الشغلة الثانية، إذا أنت تشتغل مع زبائن متعددين لازم ترتب علاقات الزبائن. وتصور قبل فترة كان أكو بالـ 5-1-Lab في سيشن عن الزوهو CRM، شفت هيك شيء بس ما لحقت، شفته أوفلاين. الزوهو CRM هو مثال، هو أشهر برنامج عالمي، وأكو سيلز فورس كذلك هم يتنافسون. بس هاي التولز هي للستارتابس اللي هي ما طلب منك commitments انه انت لازم تعمل اشتراك سنوي، يعطيك trial، يعطيك تعليم تستخدمه ببساطة. هاي البرامج تساعدك انه انت تعرف الزبائن مالتك وان انت تقسمهم، مثلا كل هذا الزبائن اللي تشتري مني دائما، هذول اللي دائما يخابروني يشيكون، هذول الزبائن اللي اريد اوصلهم، تعطيك اعمارهم، تعطيك معلوماتهم، تساعدك انه تدزلهم ايميلات، تساعدك انه انت تدزلهم فد promotions، وتنطيك نوعا ما الكلتشر مال إدارة الزبائن. لأن عادة لما الشخص يبدي يصير رائد أعمال يبدي يبني نفسه خطوة خطوة، فلما أنت تستخدم سيستم من شركة عريقة، هذا السيستم يستخدم شغلة اسمها best practices اللي هي أضبط النتائج. هاي best practices راح تساعدك أنه تمشي بالطريقة الصحيحة. تخيل أنه أنت لما تبدي شغل تبدي نفس الخطة اللي بدتها شركة أبل، راح يكون نتائج اكيد مبهره. بدل ما تسال صديقك اللي يقعد معك على كافتيريا بايس شيخانه بايس، ولا انا شلون ابدي بزنس، لك والله ابن عمي لما شاف بدا بزنس سوى فلان شيء. اخذ من جوجل، اخذ من مايكروسوفت، اخذ من شركات عندها بورتفوليو سنين تشتغل بهالموضوع.
هاي الشغلتين اللي أنصحكم بها كمدفوعة، وإذا عندك موظفين هواية أكو برامج مال Human Resource وكلها موجودة بها Guidance وموجودة بها فد Tutorials ما إلى ذلك. شكرا لحسن الاصدقاء، وسوري انه تجاوزت الوقت 4 دقائق، واتصور وكان لازم كيو ان اي ضمن الوقت، ما اعرف ماجد انه اكو كيو ان اي كان ضمن الوقت. ما في مشكله يا استاذ، كنا مستمتعين بالمعلومات وبالسرد اللي عم تعطينا، مشكور جدا خاصه على مشاركه باهم البرامج اللي بتساعدنا على اداره نظم المعلومات. يمكن احنا نبلش احنا نستقبل اي اسئله من المشاركين معنا، بس في البدايه أكيد. كان راما كاتبه ضمن الشاتنج عن برنامج الـ SPSS. SPSS بصراحه هو برنامج يعني ادفانس يعتبر، ويستخدم للبحث العلمي. انت لما تحب تعمل ماركت ريسيرش ممكن تستخدم SPSS، بس المعلومه كالتالي: انت لما عندك شخصين، عندك شخص يشتري الجهاز، مثلا شخص عنده فد موبايل اخر نوعيه، ياخذ موبايل اخر نوعيه لان هذا موبايل مشهور، واكو شخص ياخذ الموبايل ويستخدمه كثاته. اذا تريد تستخدم كبدايه مايكروسوفت اكسل بكل المزايا اللي تحتاجها حاليا، هي موجوده بالاس بي اس اس، بس مايكروسوفت اكسل يغنيك كبدايه. لما بالمستقبل تتطور وتريد تعمل بحث دقيق لشركة بها 300 موظف وعندك آلاف الكاستمرز، هذاك الوقت تستخدم SPSS، لأن SPSS هو Specialized Statistical Package، وإحنا حاليا ما أتوقع نحتاج Specialized Statistical Package، لأن لما تحتاج تتعلمه تحتاج تتعلمه بالقليل، تحتاج دورات لمدة 6 أشهر. مستقبلا اذا احتجت الاس بي اس اس، اكو معلومه نسيت اقولها وشكرا على السؤال، انه انت اي شغله تقصى معك ممكن تستخدم مواقع الفريلانسرز. فريلانسرز فايفرز خمسات مواقع منصات بها الناس تالنتد، توظفهم باجر كلش مناسب ويعملوا لك الشغله. اذا حاولت تسوي نظام معلومات انت لك خاص بك، تسوي بوست بهذول المواقع ومباشره يجيك عروض، تحكي ويا الشخص ويعمل لك هو بسعر كل منافس. فانت اذا تحتاج شيء بالاس بي اس اس ممكن توظف شخص بال $60 بدل ما تدرس 6 أشهر السكيلز ما تحتاج اهتمام مستقبلا بكثره. فحاليا كاجابه اكسل مور ذان انف، كلش كافي. شنو بعد؟ حاليا لسه ما اجى اسئله الى الان، وشكر للمحتوى اللي قدمت لنا اياه اليوم. برجع بنذكر اذا حدا عنده اي سؤال للاستاذ اوس ممكن يشاركه معنا. اذا في اي سؤال ممكن تكتبوه، او ممكن كمان تستخدموا الميكروفون لتتواصلوا مباشره مع الاستاذ اوس. إذا ما تسألوا أنا راح أسأل. هذا الستايل مالتي بالمحاضرات. يعني ممكن أنه أسأل، أكو شخص راح يبدي يعمل نظام معلومات، أكو شخص مستخدم نظام معلومات سابقا وأتغير، أكو شخص عنده فد غموض معين بخصوص نظام معلومات. يعني هاي كلها ممكن شغلات أنه تحصل إجابة عليها بطريقة سريعة بدل ما يا أنا يمكن تسأل. كان عندي تساؤل لأي مرحلة نحن فينا نظل معتمدين على الإكسل بقاعدة البيانات اللي احنا نستخدمها؟ لمرحلة أنه يصير عندك موظف عدك أو موظفين عدك، لحد مرحلة أنه أنت تفكر يكون عندك موظف يلزم الأمور المالية أو موظف يلزم الأمور العلاقات الزبائن. لما تطلع من نطاق الشغل الضيق اللي أنت تشتغله يكون عندك أكثر من موظف، ذيك الحالة لازم تخلي الموظف يبدي بداية صحيحة، يبدي بنظام صحيح. أنت بعدما عندك إمكانية أنه توظف موظف، معناها عندك إمكانية أنه تستخدم نظام. أنا أتكلم على بدايات الأعمال، حتى أنطي أنا طبيعتي شوية تفاؤلية، أنطي جرعة تفاؤل أنه الشخص إذا ما عنده غير الموبايل فقط يقدر يستخدم نظام معلومات. على عكس وجهة النظر السائدة أنه أنت لازم تحتاج سيرفر وتحتاج مبرمجين ومصممين، لا، أنت عندك موبايلك بس لازم أنت يكون عندك ثقافة نظام المعلومات. بس لما يكون عندك قابلية أنه توظف شخص خليه يبدي صح،
لأن هاي مسؤولية أنت عندك، دربه صح خليه يستخدم نظام صحيح. تمام، معناتها هي نوعا ما مالها مرتبطه بحجم البيانات اللي احنا ممكن عم نستخدمها ضمن الاكسل نفسه. اكسل يتقبل ملايين البيانات، بس انت لما تكون الشغله اكسل مثل عقلك، لما تكون شخصك انت وحدك انت وعقلك تترتب الامور، بس لما تجيب موظف ثاني ما تقدر تقول له خليني اتذكر شنو صار. فالاكسل اذا انت تستخدمه وحدك امور تمشي، وانت تكون حريص وحجم البيانات مالتك قليل ماشي حاله. لما تتوسع لازم توسع الشغل مالتك، توسع الانظمه مالتك كذلك. يمكن كان في مداخلة من نجلاء على نفس الموضوع، بتقول انه لمرحلة انه الزباين تكتر ويكون في عنا بيانات اكتر، ساعتها يمكن ما يكفينا الاكسل. كانت مداخلة من نجلاء. مداخلة لطيفة. الاكسل هو صراحة يعني مصدقه مايكروسوفت انه مثل ما قلت يكفي، يعني اذا تشوفون شيت واحد ممكن بصور 16,000 يوصل كولوم ورو ذلك الى الاكس واي زد، بالاضافه لانه بكليك واحد تبدي شيء ثاني. فانت اذا الشركه مالتك ب10 سنوات استخدمت واحد تقدر تستخدم الثاني. فالاكسل امكانيات عملاقه، لكن من ناحيه انه البيانات، التتبع للبيانات، السكيورتي مال البيانات، الريالابيلتي اللي هي الاعتماديه على البرنامج، انه متواجد اونلاين، انه ما يتغير البيانات، انه ما يصير فيه غلط، هاي الاكسل ما يخدمك فيها. وشغله ثانيه، الاكسل يسموها جنرال تول اللي هي اداه عامه اللي هي متاحه للكل. اذا انت السيستم مالتك مميز، مثلا ليزو هي تجربه لطيفه، متاكد انه السيستم اللي يستخدمه تابع الليزو، حتى ما حد يعرف انه الطريقه اللي يشتغلون بها، ليش هي تتبين بهاي الترتيب، ليش انا لما ادز يطلع لي 40 دقيقه. هذا مثل الطباخ لما عنده سر الطبخه او سر المهنه. فانت اذا عندك الشغل مالتك مميز، ممكن انه تروح تصمم نظام خاص بك. اريد اي بي سي دي، روح freelancers.com، fivers.com، خمسات، موقع خمسات ايضا، هذول الثلاثات كلهم انا اريد نظام. لما شخص يتراسل وياك تنطي التفاصيل ويسوي لك النظام. تمام. اي سؤال ثاني ممكن حدا يشاركه معنا؟ مرحبا استاذ اوس. اهلا وسهلا. أول إشي يعطيك العافية، طبعاً الشرح مفيد جداً، كمان يعطيكم العافية القائمين على هالويبنار. صراحة عندي سؤال، يعني ممكن هو سؤال بسيط بس كمان مرات هيك بيحيرني. هسا إحنا نستخدم الداتا والأكسل يعني السوفت كوبي، هالحالة إحنا نستغنى عن الهارد كوبي بشكل كام؟ يعني إنه كبروفيشنال إنه كمان نحتفظ بنسخة من الهارد كوبي من البيانات وكمان بتكون موجودة على الكمبيوتر، ولا إيش رأيك؟ والله سؤال لطيف، طبعاً شكراً جزيلاً. هذا السؤال يعني كان عمل فتنة لما نظم معلومات جدي، إنه الشركات كانت تقول أكو شيء اسمه مقام التغيير، technology acceptance model، أو مقام التغيير، إنه الناس ما تتقبل التكنولوجيا. فكانوا يقولوا أنا إذا ما أشوف الفايلات موجودة على المكتب ما أمن. لكن صح، بالوقت طبعاً اللي إحنا به، ما دام موجود الكلاود كومبيوتينج، فأنا بثقة أقول إنه ممكن نستخدم السوفت كوبي فقط، لكن نعمل باك اب، لأن أكبر ملف إكسل ممكن يكون حجمه ميجا واحدة، اللي هي حجم كلش قليل. نعمل باك اب لأكثر من مكان، الخدمات متعددة كلها مجانية وخلاص. أما السوفت كوبي فأنا من الناس المناصرين إنه لما تفكر، لما تتخذ قرار، لازم يكون بيدك قلم، لازم يكون شيء أمامك تكتب عليه ملاحظات، تفكر، تناقش. للاجتماعات، للتفكير، للعصف الذهني، الهارد كوبي مطلوبة. أما عدا ذلك فنحن نساعد البيئة أنه ما نطبع أوراق هواية، نساعد المنظمة تكون أورجانيزد حتى أنه ما عندنا أوراق في كل مكان، نفس الوقت نثق أنه التكنولوجيا موجودة. طيب، إلا في حالة أنه الشخص مناصر لأنه راح يصير حرب عالمية ثالثة وتروح كل التكنولوجيا، فهذه الشغلة لا، هاي موضوع ثاني. تمام. طيب أستاذ، بالنسبة للعقود، العقود لا، لازم تكون محفوظة. لازم العقود لأن هي عددها يعني مو عملاق، وتكون كريفرنس، يعني يكون عليها توقيع. فشغلة التوقيع، يعني التوقيع لازم يكون فيزيكال موجود، التوقيع نفسه. وإحنا اللي موجودة لا، أنا تعرف كيف أستاذ؟ بسرعة. نعم، أنا كنت بقصد هلأ إحنا لما بنعمل عقود بنعطي نسخة للكاستمر ونسخة نحتفظ بيها.
أي. فالنسخة اللي بنحتفظ بيها يعني أكو إلها داعي ولا لا؟ لأن كمان إلها. هي تشغل حاجة تأخذ مكان. إلها داعي. أنا أشوف العقد يعني ضروري إلا إذا أنتم تسوون عقد يتجدد، فممكن من يتجدد العقد مباشرة مثلا عقد سنوي، لما تنتهي السنة العقد القديم يروح عقد الجديد ينزل مكانه. وبهذه الحالة عندكم سايكل سنويا أنه نفس المكان نفس الحيز بس تتبدل العقود خلاله. وإذا يعني شغلة أنه ماخذ حيز هواي ممكن يسوون سكان، والسكان ترفعه للكلاود وتلغوا العقد الفيزيكال العقد الورقي. يس yes. كمان فكرة حلوة. أوكي شكرا أستاذ، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيك. شكرا. أتوقع كمان أي سؤال ثاني؟ يمكن سؤال كمان من نجلاء. نعم. عم تقول فيك تثق بالكلاود من ناحية السكيورتي خاصة إذا كبرت الشركة؟ أوكي، الشغلة السكيورتي بها مقولة أنا أحبها، نسبة 90% مشاكل السكيورتي تيجي من اليوزر، والله أكثر من 90%. أغلب المرات اللي السكيورتي بريتش يصير إنه مشكلة بالسكيورتي يكون بسبب إنه اليوزر عنده مشاكل بالسكيورتي مالته، إنه باسورد ضعيف أو مو حريص بالبيانات أو البيانات يدخلها أكثر من شخص أو يفتح الحساب. أما من جهة موثوقية الشركات اللي تتيح خدمة الكلاود كومبيوتينج، فالموثوقية موجودة بدرجة 99.99%. وهذا الـ OO1 هو من يصير داون تايم، اللي هو موجود حتى بشركة فيسبوك، شوف مرات انه صور ما ترسل، هاي معناها عندهم مشكلة بالخادم مالتهم، انه السيرفر مالتهم داون ويرجع خلال ثواني او دقائق. من ناحية الموثوقية، الموثوقية 99.99%. واذا صارت مشكلة فلا تفكر انه انت صارت المشكلة، فكر انه مايكروسوفت، اي بي ام، حكومات، نتفليكس، كلهم هذول يستخدمون كلاود كومبيوتينج. فانت اذا صارت مشكله هذول هم راح يصيرون مشكله. فمستحيل الشركه تخاطر انه تصير مشكله بهاي الخدمه، لان هذول العملاء الثانيه مالتهم مليون دولار. فلا تفكر انت موجوده تاخذ خدمه ده ياخذوها البيج هيدز او البيج فيش. فموثوقية 100%، أنا أعطي 100% من يمي for the time being. بس تبقى مسألة إنه اختيار الخدمة، عندك الـ OneDrive من مايكروسوفت، فأنت لما تعاون ويا مايكروسوفت معناتها مايكروسوفت هي اللي توفر لك، جوجل درايف من جوجل كذلك، خدمات رائعة. تبقى technical issues موجودة بأي كمبيوتر، بس مو درجة إنه تخسر ملفك. تمام، شوف إذا في سؤال تاني. بالنسبة لنجلاء كانت الإجابة واضحة، شكراً كثير لك أستاذ أوس. أتوقع هذا كان كل شيء لليوم. بس حابب أذكر أنه نحن عادة الجلسة هي بتكون مسجلة، فنحن حنشاركها معكم، فيكم كمان تشوفوها على القناة الخاصة بـ 5-1 Labs على اليوتيوب. بالإضافة كمان جرت العادة نحن نبعث استبيان بعد الجلسة، نسمع آراءكم ونشوف إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع تانية. أستاذ أوس بشكرك كثير على وقتك لليوم، ما قيم لنا إياها بصراحة. طريقة السرد كانت جدا رائعة، يعني أخذنا معنا هيك برحلة نتعرف على نظم المعلومات لحد ما وصلنا للأدوات اللي هي بتساعدنا. شخصيا خليتني أتمنى أن أرجع على مقاعد الدراسة وأحضر أكثر من محاضرة عنه. الموجودين أتكم دعوة دائما، إحنا عندنا بالجامعة ما عندهم مشكلة بالجيست لما يكون الشخص يعني موثوق، فممكن تجي بأي وقت إن شاء الله بعد اللوكداون بجامعة تشك كلية الإدارة والاقتصاد، أدرس المرحلة الأولى والثانية والرابعة. تمام، تجي المكتب وهلا بيك. تمام، شكرا كثير لك، وعلى أمل أكيد نتعاون بجلسات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. شكرا كثير. عفوا، ممنون، مع السلامة، رمضان كريم. شكرا جزيلا.